السلام عليكم، وياكم محمد العنزي من محل دولينجيريا في مكان بالكويت، مجمع الرحاب مكان بحولي. طبعا حبيت اشرح عن بطوله او اللي كثر الناس تسمع عنها، اللي هي LLDS Local Legend Duelist Serial. هذه بطوله اسبوعيه كانت خلال الفترات السابقه، يمكن شفتوها بمحلاتكم، تقام كل اسبوع تصير البطوله. فالبطوله هذه جائزه مالتها كانت فقط بليمات، الا اذا راعي او المكان او البطوله نفسها لها ميزات ثانيه. البليمات هذا طبعا انتم اغلبكم يعرفون منه هذا السينكرو، وهم لهم سيريال جديد او مسلسل من الوحوش اللي تساعدكم باللعب. هذه البطوله قربت على الانتهاء، وان شاء الله الحين راح يوصلون توب 64 لاعب في بطوله خاصه لهم، اللي هي LLDS، اللي راح تقام ان شاء الله في 8/1 في قصد جامعه الخليج اللي كانها في منطقه مشرف، وراح يكون لها جوائز ونقاط. طبعا بالنسبه لنا احنا كدولينجيريا، جائزه المركز الاول، طبعا اول توب 8 لاعبين راح يستلمون، كل مركز راح يستلم 5 نقاط. طبعا دخلتها فري، راح تجيك الدخله بطريقه هالشكل، مثل بطاقه تفتحها راح يكون فيها دعوه حق حضور اللي هو الستيج 2 مالك نفسه حق LLDS، واسمك ان شاء الله راح يكون موجود بالموقع الرسمي مال كونامي، لانك انت من المتاهلين او من اللي قدر يفوز وياخذ البطوله. طبعا راح يجيك بطاقه دعوه بالطريقه هذه حق اسامي اللاعبين المتاهلين. جائزه المركز الاول راح تكون درع من شركة كونامي. طبعا انا يمكن بحط لك هذه بشكل اساسي يمكن تبين الكتبة. طبعا مكتوب يوغيو LLDS Local، هذه هي واضحة، هذه هي. طبعا درع كامل زائد اللي اغلبكم يحبه كرت. هذا طبعا غني عن التعريف حق لاعبين يوغي، ما راح اشرح فيه وايد لان سبق وان لعبنا في بطولات او ان حصلنا عليه، وهو يعتبر الحين اخر كرت من السري او من السلسله مالت الكروت اللي هو الخاصه بواي سي اس، انتهى هذا اخر اصدار له. بس بعد LLDS راح يعتمد طبعا منيربا اللي اغلبكم يعرفها. زائد طبعا بالنسبه حق البطوله هذه، اساس ما نطول عليكم، فيها كرت واحد باند اللي هو هذا بالكاميرا، هاي الكرت هذا الوحيد اللي هو باند اللي ممنوع تلعب فيه، الكرت هذا الوحيد اللي ممنوع تلعب فيه بس، باقي الكروت كلها تقدر تلعب فيهم ما عدا هالكرت فقط. ونشوفكم ان شاء الله فيديوهات الثانيه، ترقبوا فيديو راح نشرح فيه عن الريجن اللي راح يقام وراها بيوم في بطوله ريجن. مع السلامه.